تركن وحيدة غير فخورة بماضيها هي بوسطة عين الرمانة التي أشعلت حربا أهلية قبل 40 عاما. حديدها المهترئ لا يزال يشهد على ذلك اليوم الأسود، وثقوب الرصاصات هذه اخترقت قلوب الآلاف من اللبنانيين كما اخترقتها. في هذه النقطة سالت دماء الحرب الأهلية، ذكرى يتخوف اللبنانيون من تكرارها في ظل انتشار السلاح غير الشرعي والحروب المحيطة بلبنان. هي منطقة عين الرمانة حيث تفجر فتيل الحرب. فوق كان في 12-7، هذا كان متريس. ورا مرليس هون، هيدا الباطون، هيدا متريس، بعده لهلا مسكر وجاهز. بتذكر الدمار، الموت، القتل، الخطب، هيدا كله ذكريات عاطلة هيدي. ولأن التبعية للخارج ما زالت تسيطر على بعضهم، والميليشيات ما زالت تعبث بالوطن، يبقى السؤال: هل انتهت الحرب الأهلية؟ وكم بقى تخلص؟ ما العالم عم تموت من الجوع ومن الفقر، من بقى تخلص؟ خلصت بالبارودة بس مكفية، بغير أسامي وبغير بدلات. خلقت هون بالحرب وخلص عمري، صار عمري 58 سنة وبعدنا بالحرب. مآس يستذكرها اللبنانيون كل عام في 13 نيسان، وذكريات لم تمحى كهذه الشظايا.